أهلا بكم من جديد. نبدأ النشرة من الشأن المحلي، فتحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط افتتحت أعمال مؤتمر جبكة الثامن للأسمدة للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات. ويهدف المؤتمر بنسخته الثامنة إلى استعراض آخر التطورات التي تشهدها صناعة الأسمدة بما فيها القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن الغذائي والاستراتيجيات طويلة الأجل لتصنيع الأسمدة بما يخدم خلق بيئة مستقرة لإعادة ابتكار قنوات التوزيع العالمية وربط الأعمال بالابتكار. وقد أكد المشاركون في المؤتمر على أن الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهودا كبيرة للارتقاء بصناعة الأسمدة من أجل الحفاظ على ديمومة الأمن الغذائي في المنطقة. البحرين تنتج من الأسمدة اليوريا والأمونيا، منتج مهم والأهم في هذا القطاع. النقاش يكون على التحديات في المستقبل لهذه الصناعة وشن الأسواق وكيف تتغير مع متغيرات الإقليمية والعالمية. صناعة البتروكيماويات والكيماويات صناعة استراتيجية في دول الخليج، تعتمد على الغاز اللي كان يحرق ويهدر في السابق. الصناعة الآن تستغل هالغاز، تحقق قيمة مضافة، تحقق أيضا تخلق فرص عمل للمواطنين. هذه الدورة الثامنة لمؤتمر الاتحاد الخليجي للأسمدة، نعقدها المرة الأولى في البحرين. طبعا البحرين أحد البلدان الخليجية اللي لها باع طويل في صناعة الأسمدة الكيميائية. أكد مشاركون في منتدى الابتكار المقام ضمن فعاليات أسبوع التكنولوجيا لمجلس التنمية الاقتصادية أن البحرين أصبحت منصة مثالية لإطلاق المشاريع الداعمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أرجع المشاركون ريادة المملكة في استقطاب الاستثمارات التكنولوجية إلى توافر البنية التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، إضافة إلى التسهيلات الكثيرة المقدمة للمستثمرين والقوانين الداعمة لبيئة الاستثمار. هذا وقد تناول المتحدثون في جلسات المنتدى التكنولوجيا المالية ومدى مساهمتها في تشكيل مستقبل المدفوعات في المنطقة، إضافة إلى التطرق إلى موضوع الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي والحوسبة السحابية ودورها في تحليل أحدث الاتجاهات والاكتشافات. فخورين بوجود هالمؤتمر المنتدى اللي هو الأول اللي يقام في الشرق الأوسط. شركة أو جامعة MIT معروفة عالميا في الابتكار منذ الستينات أو الخمسينات، ويتخيل لي النقاش اليوم المنتدى هو نقاش عن التكنولوجيا الجديدة اللي اليوم تحكمنا، مو بس في الحوسبة السحابية بس في أمور ثانية، منها التقنية المالية، منها الارتفيشال انتليجنس، أمور ثانية. انفيسكوب هو من أكبر المستثمرين في قطاع التكنولوجيا في ال 25 سنة الماضية. في العشر السنوات الماضية فقط استثمرنا فوق المليار دولار في قطاع التكنولوجيا، وإن شاء الله هالخبرة اللي استحوذناها في أوروبا في أمريكا في قطاع الاستثمار في التكنولوجيا نحاول نستخدموها في المنطقة بالخصوص في البحرين وفي GCC بصفة عامة. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7233 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.9%. وبالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 7768 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.6%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4407
70 نقاط بانخفاض بلغت نسبته 0.15%. ونأتي أخيرا لأداء بورصة البحرين والتي أغلقت عند مستوى 1283 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.56%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,900,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 722,000 دينار تم تنفيذها من خلال 92 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 67% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.